أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وأن قريش في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هادهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أرادوا أن يبحثوا عن طريق للصد عن سبيله أو للتضليل عن طريق التضليل عليه. فذهب بعضهم نفر إلى المدينة فالتقوا بنفر من أحبار اليهود وأخبروهم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل؟ لأنهم يثقون بهم بأنهم أهل كتاب. فقالوا اسألوه عن ثلاث، فإن أجابكم بحق فهو نبي مرسل، وإن لم يجبكم فهو كذاب أشر. فاسألوه عن فتية أو إلى الكهف، واسألوه عن رجل دار الأرض أو نحوها الكلام، واسألوه عن الروح. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحين مستبشرين، يظنون أنهم سيجدون بغيتهم في يعني تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا، من غير أن يقول إن شاء الله. فلما جاء غد ما نزل وحي، من بعده ما نزل وحي، والذي بعده ما نزل وحي، حتى قيل أنها ثلاثة أيام وقيل 15 يوما. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فراجت مكة بأننا قد بهتنا محمد. فأنزل الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لاحظوا افتتاح السورة بالحمد، لأنها كان نزولها وقت ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم وحزن، ويعني هو لا شك أنه يؤمن بوعد الله وتصديق الله، لكن الله عز وجل قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني كأن ذلك من منة الله عليك أن أنزل عليك الكتاب. فافتتحت بالحمد، سورة التي افتتحت بالحمد خمس. فأجابهم، ولهذا قال الله تعالى في آخرها ولا تقولن لشيء إني في آخر القصة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فأجابهم بسؤالين ولم يجبهم بالثالث وهو الروح، قل الروح من أمر ربي. فهذه القصة أول القصص، وهي من أعجب القصص أيها الأحبة.